بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن ألوان الفراشات وتشكل ألوان الفراشات. يقول العلماء أن عملية تشكل اللون في جناح الفراشة تعتبر عملية فائقة التعقيد، وهي عملية تتم بنظام ووفق قوانين فيزيائية محكمة، وتشكل الألوان وسيلة دفاعية للفراشة، حيث تظهر بأشكال مختلفة وتناسب البيئة التي تعيش فيها. ويتعجب العلماء من دقة هذه الصناعة، ويتساءلون من الذي نظم هذه العمليات المعقدة. نجاوب عليهم حنا ونقول أنه إن الذي نظم هذه العمليات هو الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. سورة لقمان آية 11. والله أعلم.